السلام عليكم. لو احنا جينا نتكلم على الدايمنشن في برنامج الاركيكاد، فبلاقي القائمه اللي هنا في هنا دوكيومنتس وجواها كلمه دايمنشن. لما ادوس على الدايمنشن بتتغير القائمه اللي فوق، بيبدا يجيب لي اعدادات خاصه بالدايمنشن اهوت. ولو انت عايز تعدل الخصائص بتاعه الدايمنشن، فبتيجي في الاوبشن وتقول له بروجكت بريفرنس وتقول له دايمنشن. لو تلاحظ هنا بتختار شكل الدايمنشن وتختار التكست والحجم بتاعه والفونت، وعايز الدايمنشن يبقى فوق الخط ولا تحت الخط ولا في النص. طيب خلينا مثلا نعمل دايمنشن من هنا لهنا، دوست مرة شمال ومرة شمال، وعشان اقول له ابدأ ارسم دايمنشن بدوس مرتين بسرعة شمال، اه بدأ يعمل لي الدايمنشن بالشكل دوت. طيب لو انا عايز اعمل دايمنشن بين ده وده، فبعلم على الحيطة ديت وبعلم على الحيطة دي، واجي هنا ادوس مرتين بسرعة هيبدأ يعمل لي الدايمنشن بالشكل دوت. عمل الدايمنشن بين سمك الحيطة دي وبين الحيطة دي والحيطة دي وسمك الحيطة دي. طيب لو انا اخترت الراو وبدأت انقل الحائط، هتلاقي ان هو اوتوماتيك بدأ يعدل الارقام اللي مكتوبة.